السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. أقيمت مراسم مقر الدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية الرابع لكرة قدم الصالات، والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة، حيث وصل عدد الفرق المشاركة في نسخة هذا العام 32 مركزا شبابيا. وشهدت مراسم القرعة حضور رئيس البرامج الرياضية بوزارة شؤون الشباب والرياضة السيد هشام بخماس ومدير البطولة حمد الجابر، بالإضافة لرؤساء اللجان العاملة والممثلين للمراكز الشبابية المشاركة بالدوري. دوري خالد محمد لمركز شبابية طبعا هو هذه السنة الرابعة على التوالي، حصلنا فيها دائما تجاوب مع المراكز الشبابية، سنة عن سنة يزيد العدد ويزيد المتنافسين ويزيد التطور ويزيد التنافس الشريف فيما بينهم. السنة نلاحظ اختلاف في العدد، طبعا عدد 32 فريق من المراكز الشبابية. اليوم سوينا القرعة إن شاء الله، نلاحظ القرعة فيها تنافس شديد. طبعا البطولة هي يعني للمراكز الشبابية، احنا يعني الإقبال الملفت للنظر اليوم في القرعة هو اللي يعني أنجح القرعة اليوم، ونجاح القرعة طبعا القرعة كانت مثل ما يقولون أو شبهها الجماعة أن هي قرعة نارية، فإن شاء الله احنا نتمنى التوفيق لجميع الأفرقة في المنافسة وتكون منافسة شريفة إن شاء الله. أشوف نسخة البطولة يعني كبير إن شاء الله، يكون المستوى يكون أقوى من العام الماضي، عدد الفرق المشاركة، الرغبة في المشاركة. طبعا احنا كنا في العام الماضي وصلنا إلى المباراة النهائية لكن ما كان هناك توفيق. البطولة اللي قبل يعني صارت أحسن بطولات، واستعداداتنا حق البطولة كأي استعداد داشين، أنا بناخذ البطولة، بطولة غالية علينا، بطولة خالد بن حمد نحب ناخذها، والحمد لله القرعة كانت ناصفة حق الكل، مجموعات قوية، مجموعاتنا الحمد لله فيها يعني شوي خطورة لكن بإذن الله إن شاء الله احنا قادها.